السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية. لا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله. موضوع حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى إزاي نتخلص من ألم وتقلصات الدورة الشهرية عند النساء والبنات، إزاي نتجنب هذه الألم. تمام. اولا استخدام الزيوت الاساسيه لتدليك البطن، مثلا زي زيت الزيتون. رقم اتنين استخدام وساده دافئه تحت البطن. رقم تلاته من اهم الاشياء التمارين الرياضيه. رقم اربعه تجنب الكافيين والأكلات المالحة. رقم أربعة ياريت تحافظي على رطوبة الجسم في مكان بارد. تمام. استخدام نظام غذاء صحي سليم. طبعا يا ترى ايه هي الوصفة بقى اللي مفيدة؟ اولا هنجيب بالنسبة للوصفة اللي هي للدورة الشهرية، هنجيب ملعقتين من الشيح. طبعا كله عارف الشيح البلدي. يتم غلي الشيح في كوب ماء، بعدين يبرد ويحلى بالعسل، كوب صباحا وكوب مساء. بس مين اللي ما يستخدمش الوصفة دي؟ اللي هي عندها او اللي هي طبعا عندها ايه، الضغط منخفض. تمام. ودي من افضل الوصفات اللي ممتازة لألم وتقلصات الدورة الشهرية عند النساء. أتمنى من كل أحبابي تعليق جميل زيك وكومنت والاشتراك في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية، ولا تنسوني من صالح الدعاء. والله إني أحبكم في الله. كان معاكم أخوكم ومحدثكم أبو يوسف للوصفات الطبية. وأي حد عنده هنا اي استفسار او اي كلام يكتبوا لي هنا في قناتي، واي حد عايز اي وصفة انا تحت امر الجميع. انتم هنا احبابي وكل ما املك. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.